نجاح مصري جديد في مجال الصناعه، والحقيقه الدوله بتدعمه بشكل كبير وبتديله اهتمام كبير جدا ومجهود ضخم في نجاح وانجاح هذه الصناعات. والنهارده واحده من الشركات الهامه جدا شركه مصر للالومنيوم بتصل للطاقه القصوى في التشغيل وفي معدلات الاداء، وده لاول مره منذ انشائها. الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام بيقول انه خطه التطوير والتحديث لمجمع الالومنيوم بنجع حمادي اسفرت عن معدلات اداء وحجم انتاج ما شفناهاش قبل كده، واكد انه الشركه بتعمل دلوقتي وصلت انها تعمل بالطاقه القصوى ليها لتصميم خطوط الانتاج، وده انعكس بالتاكيد في زياده نسبه المبيعات سواء محليا او كمان فتح اسواق جديده امام الصادرات وزياده حجم هذه الصادرات. معانا دلوقتي على التليفون الاستاذ منصور عبد الغني المستشار الاعلامي لوزاره قطاع الاعلام. مساء الخير على حضرتك. عايز اعرف ازاي وصل مصنع الالومنيوم او مجمع الالومنيوم انه يشتغل بالطاقه القصوى النهارده، ازاي وصل لده؟ اهلا بيك، اهلا بحضرتك استاذه هدير ومشاهدين حضرتك الكرام. انا هبدا كلامي كلام حضرتك انه لو جاز لنا ان احنا نعتبر انه ما حدث في هذا الصرح الصناعي العملاق اللي هو مجمع الالومنيوم بنجع حمادي هو قصه تحدي ونجاح يعني يمكن اعتاد عليها المصريون في اوقات التحديات مثل الاوقات التي نعيشها انطلاقا من مقدمه حضرتك قبل فقره حاليه. فأنا عاوز أقول لحضرتك إنه في خطة تطوير وتحديث شاملة ومتكاملة بتطبقها وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير المصانع والصناعات وإدخال صناعات جديدة، ده كله عشان يبقى توفر مستلزمات الإنتاج. لو إحنا بنتكلم على مجمع الألومنيوم، لأن مجمع الألومنيوم بيطلع مستلزمات الإنتاج اللازمة للمصانع اللي تستخدم منتج الألومنيوم في تصنيع صناعات مختلفة. هذا المصنع تم تطويره وتطوير إنتاج وخطوط الإنتاج بداخله، ماكينات ومسالك وماكينات ضغط وما إلى ذلك، لدرجة إنه تم تغيير في نوعية المنتج نفسه عشان يلازم يعني كان الأول بينتج بلاطات عادية، تم تغيير نوعية المنتج ومواصفاته عشان يكون عليه إقبال شديد في السوق العالمية. المصنع تم تطويره، زاد الانتاج، وصل متوسط انتاج المصنع لأول مرة في تاريخه منذ إنشاء المصنع إلى الطاقة التصميمية القصوى اللي هو 310 من 310 ل 320 ألف طن سنويا، وهذا لم يحدث من قبل حتى وقت تصميم المصنع. هذه الزيادة في الانتاج أدى إلى زيادة في توفير المنتج في السوق المحلي، أدى إلى زيادة في الصادرات، تطلب فتح أسواق جديدة. هذه الأسواق تطلبت تجديدات أخرى خاصة بمعايير البيئة والحصول على شهادات دولية ومتطلبات التصدير الدولية والتسجيل في بورصة لندن وما إلى ذلك. هذه الإجراءات تطلبت تطوير آخر ومزيد من التطوير. زيادة الإنتاج حضرتك يعني العام الماضي وصلت المبيعات لما يفوق 30 مليار جنيه، 50% منها سوق محلي و 50% صادرات. هذه المبيعات طبعا هتسفر عن ارباح هذا العام فيما يخص مجمع الالومنيوم في نجع حمادي، لو جاز ان احنا نقول ان هي هذه الارباح لم تحدث من قبل، يعني تفوق 5 مليار جنيه. لا، الالومنيوم يوفر المادة اللازمة للصناعة محليا، المادة اللازمة لمصانع القطاع الخاص، إدخال صناعات جديدة. زي إيه؟ إيه الصناعات الجديدة أو المسارات الصناعية الجديدة اللي مجمع الألومنيوم يدخل عليها الفترة اللي جاية؟ زي حضرتك خط إنتاج السلك، مكنة سلك، خط إنتاج سلك اللي هو بيطلع منتج الألومنيوم اللازم لصناعة أسلاك الكهرباء، وهذا لم يكن موجود من قبل من منتجات المصنع. خط إنتاج الأقراص اللي هي لازمة لتصنيع العبوات الدوائية داخل مصر وخارج مصر، وهذا لم يكن ضمن منتجات المصنع. زي خط إنتاج الفويل اللي هو بيجري العمل على تنفيذه حاليا، ونظرا لزياده الانتاج والاقبال على المنتج وما حدث في المصنع
المصنع خلال الفترة الماضية، تم تجديد خط الإنتاج الحالي ويتم العمل حاليا على تنفيذ خطة تجديد هتزيد من إنتاجية المصنع وتطيل من عمر خط الإنتاج الحالي، بالإضافة إلى استثمارات جديدة تمت على مدار العام الماضي. يعني كان قبل كده مثلا استثمارات 300 مليون جنيه، العام الماضي او الاستثمارات بلغت زادت عن مليار جنيه، مليار يعني 1.1 مليار جنيه. تم عمل ضغط هواء، تم عمل ماكينه السلك قلت لحضرتك، تم عمل تجديد فرن الصهر، تم خطه كامله ومتكامله لتخفيض استهلاك الكهرباء، ثم تحويل الالومنيوم الى الانتاج الاخضر حتى يتم مروره داخل الاسواق الاوروبيه، ثم موضوع خفض ثاني اكسيد الكربون. قصه نجاح كامله متكامله شهدها مجمع انتاج الالومنيوم في نجع حمادي على مدار العام الماضي. صحيح، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ منصور عبد الغني المستشار الاعلامي لوزاره قطاع الاعمال، شكرا جزيلا على وجودك معنا. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم دايما مستنيين.